حصيلة الحكومة كما كل عام كنسمعوا الحصيلة، ولكن الحصيلة مطبقة على الأرض الواقع ما كايناش. يعني ديما كنسمعوا الحصيلة في الآخر ملي كنشوفوا التحصيل الحاصل ما كنلقاو حتى شي حاجة. يعني كنحسوا ديما الحكومة، الناس الحكومات كيقربوا ليهم وهي كتبعد منه. يعني الشعب اللي كيختار هذه الحكومة، ولكن اللي كيختار ديما الشعب كيقول الاختيار ديالي خاطئ. هذه الحكومة الحالية فيها يعني الصواب حكومة الصمت، كاين واحد الصمت ما شي، خصوصا هذه الحكومة ديال العثماني كنا كناخذوا رئيس ديالها قليل فاش شي يدير شي حوارات معنا باش تيخرج، وحتى في الامور اللي كتجي في الواقع تيخرج ملي كتكون شي حاجه دايره ضجه كبيره. الحكومه حاليا عندها يعني ائتلاف مع اخ العثماني، وغادي كلهم غادي ينضموا ان شاء الله باش يحاولوا يصلحوا التعليم وسميتو الصحه والاستثمار والتشغيل، بالاخص التشغيل. يعني هذا مركز عليه، وهذا احنا عندنا ان شاء الله امل كبير في السي العثماني اللي غادي ان شاء الله يخدم الشعب المغربي، وغادي يكون ونطلبوا الله يزيد ولايه اخرى ان شاء الله. ما شفنا والو بصراحه، ما زعما ما كانش شي جديد ولا شي حاجه، فهمتي؟ ما عارفينش البرنامج ديالو شنو هو بصراحه، فهمتي؟ ما عرفتش شنو هو. اذا بات السابع هذا كيبان لي شي حاجه كاينه احسن من الاخرى اللي كانت في الاول. بالنسبه للتعليم انا دابا كنشوف حاجه مزيانه بالنسبه للتعليم، دابا الدراري يدخلوا يعني الاقسام ما بقاتش فيهم ديك 50 ولا شي حاجه ولا 30 35 كاع في الاقسام. كمواطن انا نضع هنا في اشياء كثيره كان من الممكن انها اليوم تكون واجده، وخدينا درس. هذا الدرس هذا من المفروض على انه 40 مليون ديال المغاربه ياخذوه ويديروا حداه ويعرفوا على انه اذا كانوا تيبغيو البلاد ديالهم خص كاملين يتجندوا من اجل البناء الحقيقي.